مشكل القرقرات الذي وقع مؤخرا هو له شقين، الشق الدولي هناك انتهاك للمادة 2 الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة من طرف الانفصاليين الذين يهاجمون القوات المسلحة الملكية في هذه المنطقة المنزوعة السلاح، والمغرب في صحرائه باسم حق الدفاع الشرعي عن النفس طبقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يصف هذا الحق بأنه طبيعي سواء فردي أو جماعي لحماية أمنه القومي. وثانيا هناك تعطيل ومنع التجارة الدولية بين موريتانيا والمغرب وبوابة المغرب على إفريقيا. إذا هنا ندعو بأن يرفعوا دعوة ضدهم في هيئة فض النزاعات الدولية في منظمة التجارة العالمية كما وقع سنة 1949 في حالة كورفو التي فرضت المحكمة العدل الدولية على ألبانيا لتأدية ضريبة قدرها 844,000 جنيه استرليني. في القانون الدولي هناك حق المرور، لو دروا دو باساج. ثانيا انا يبدو لي بان حاله القرقرات هي نتيجه المناخ الداخلي في الجزائر، لان الجزائر الملجا الوحيد لتحويل الراي العام حينما تضيق بها الارض، وهي توجيه الشعب الجزائري للزعامه والرياده في تحقيق حق الشعوب في تقرير المصير الذي انتهى هذا الحق في تحقيق الشعوب لمصيرهم منذ سنة 1960 بعد إصدار القرار 15-14 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي لقب بأنه قرار الاستقلال. إذن الخناق الداخلي الذي تتسم به الجزائر بعد إصابة عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري بكوفيد والوضعية الاقتصادية المزرية يجب تحويل الرأي العام الجزائري إلى قضية الصحراويين الذين يدافعون عنهم بالعتاد والقانون. إذن مشكل القرقرات مناوشات عادية، هناك انتهاك للهدنة التي أبرمت بين البوليزاري والمغرب في سبتمبر سنة 1990، والمغرب في صحرائه يدافع عن أمنه القومي ولا يعتدي، وهو يحترم الشرعية الدولية لأنه نفذ صبره حينما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة منذ 21 أكتوبر أعلن الطلب من البوليزاريو الانسحاب من القرقرات، والمغرب ضبط نفسه إلى حدود أن نفذ صبره ووقع تعطيل التجارة الدولية بين موريتانيا والمغرب إلى درجة وصلت عدد الشاحنات إلى 200 متضرر والذين طلبوا النجدة من المغرب لإنقاذهم من هذه المأساة المتطرفة والتي لا أساس لها في الشرعية الدولية.